قدمنا لكم سيدتي سلاتين من إنتاج الجوك المصري إذاعة الفيس برئاسة الفنان عاصم المتصل قطعات بلمات جافي كلمات وألحان فؤاد الشعري غناء ليلى فرح وسعد كريم وقبلها استمعنا من المطرب حسن حلمي كلمات بسرى العياشي لحن محمد بن خياط إلى إشراقة شمس. هذه البرامج والفقرات نبثها لكم مستمعينا الكرام من إذاعة فاس على الأمواج المحلية دائما معكم في خدمتكم. نقدم لكم الآن من إعداد الأستاذ ناشي طلال قضايا تفضل. قضايا تربوية برنامج يعنى بالمزاج التربوي والتعليم. إعداد نجيب طلال. تحية لكل الفاعلية التربوية. ساحة التربوية أمس استشهدت تأسيس عدة جمعيات أعضاؤها وعناصرها فاعلين تربويين كل حسب طبيعة مهامه ووظيفته التربوية. وبالتالي فإن كانت الهيئات التعليمية والتربوية تتكامل وتتساعد فيما بينها لتحقيق الأغراض والأهداف التربوية لتفعيل المجتمع وتحقيق تطوراته وفلسفته عمليا، فما يلاحظ الآن وقبل الآن لأن تلك الجمعيات التربوية كل واحدة تتحرك في إطارها بمعزل عن باقي الجمعيات في إطار التواصل والتفاعل وتبادل الخبرات والقضايا. فمثلا جمعية مدرسي الفلسفة تعيش قطيعة مع جمعية مدرسي الاجتماعيات، وبعض أنشطة هؤلاء لا تشارك ولا تساهم ولا تحضرها تلك الجمعية رغم وجود ميل عقد شراكات للتعاون مع المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في القانون الأساسي لعدة جمعيات تربوية يبقى شعارا نصع بتفعيله لأسباب ترتبط بالانغلاق الذاتي مع علم الجمعيات الأخرى. وثانيا الخوف الوهمي لدى الجمعيات فيما بينها، وبالتالي ينطرح تساؤلا جوهري: لماذا تم تأسيس جمعيات تربوية تحتوي على أعضاء لهم نفس التوجه والتخصص المهني؟ هل كبديل عن النقابة المهنية أم لتحقيق أغراض ذاتية أم لتفعيل المهنة وخلق إشاع تربوي هادف؟ لماذا بعض الجمعيات تأسست بعد إنجاز مشروع الميثاق الوطني لإصلاح التربية في السكون؟ هل للمساهمة في تفعيل الميثاق أم لكسب مواقع الصدارة بعد أن جرأت الميثاق؟ وهل تأسيس تلك الجمعيات جاء صدفة أم فرضته طبيعة تكوين المجتمع المدني؟ إن كان المجتمع المدني هو المتحكم في هذا التأسيس، لماذا لم يتم إشراك كل الفاعلين في التخصص قبل الإعلان عن الجمعية واستشعار مكتبها في النسيج التربوي؟ طبعا هذه الأرضية كان بإمكاننا أن مجموعة من الفاعليات التي يتم استدعاؤها حاضرة معنا، ولكن لأسباب غير معلومة لم يحضر معنا إلا أستاذ عبد الحق عينو كفاعل تربوي. فنسعى للمساهمة والمشاركة في هذا الموضوع الذي يعد إلى حد ما موضوعا حساسا وأساسيا في سياق التطورات المجتمعية الآن. أولا أستاذ عبد الحق عينو مرحبا بك. شكرا لنا أستاذ المجيد. طبعا الثلاثة إلى هذه الأرضية وبحكم اشتغالك في مجال التدريس طبعا واكبت او تواكب مجموعه من الجمعيات، لكن الجمعيات التربويه ذات الاختصاص المهني قبل ان تتاسس تقوم بتشكيل لجنه تحضيريه. هذه اللجنه التحضيريه كيف يتم استحضارها؟ مره اخرى شكرا للاستاذ نجيب طلال. نعم، وارتمي هذه الفرصه بداية أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الإذاعي.
عربية بارزة من أجل إطراء الحركة التي تدعو المغرب راهنا بالكثير من الأسئلة الهادفة والأجنبة البناءة من أجل مغرب الفواق إلى تبين مكانه الاستراتيجي الرائد في عالم اليوم. وجوابا على سؤالك الأخ نجيب فيما يخص هذه الليجن التحضيرية، فأنا أيضا أتساءل، وهذا التساؤل يعني طبعا أعتبره تساؤل حواري، حول خطايا بعض هذه الاجتماعات التحضيرية والتي يتم بوجودها تشكيل من مكان مثلا في مكتب الوطني، علما بأن هذا البعد الوطني الذي في تنظيم هذه الجمعيات مما دعوا من دلالة فضائية وجغرافية شاسعة قد يعم بشكل من الأشكال كل الفعاليات من شمال المغرب إلى جنوبه. فكان إذن أو من المفروض على هذه اللجنة التحضيرية أن تعمد إلى تطريقة مزيدة وشفافة من خلال وسائل الإعلام الوطنية حتى يتم إشراك كل من يهمه الأمر من أجل الإسهام في تشكيل هذه المكاتب الوطنية، اعتمادا أولا على روح المبادرة، وثانيا على معايير المعرفة وتشبع بالعمل الجمعي، وأخيرا الإسهام في حركة المشهد التربوي والثقافي. ولهذا يعني بما أننا يعني نناقش في إطار البرنامج يعني المحور التربوي والتدريسي، فالمدرس طبعا من خلال هذه الميزان التحضيرية يصبح بين أمرين، إما بالخيرات بقناعة ما تحفظ أو الانخراط بقناعة ما في الجمعية ريثما تتضح صورة أفق يعني المؤتمر يعني المقبل. نعم، هي طبعا اللجنة التحضيرية مع الأسف أنها دائما تعمل في الكون. وأعتقد أن هنا مؤخرا من تأسيس جمعية تسمى الجمعية المغربية لمدرسي التعليم الأساسي تلك الأول، وشيء غريب جدا أن هذه الجمعية أقيمت بفاس وتشكيل مكتب بمدينة فاس، وبالتالي أن ليس هناك إشعار إعلامي على مستوى المنابر إلى غير ذلك، وبالتالي كيف يمكن تحقيق هذه الجمعية التي لا تعرف كيف يمكن أن تحقق إشعاعا على مستوى التحضير أولا. برأيي أن هناك مجموعة أو العديد من الجمعيات التي لا تحسن استثمار هذا الفائض من وسائل الإعلام الموجودة، ففي رأيي يجب أولا على هذه الجمعيات قبل أن يفكر أعضاؤها في أنفسهم عليهم أن يفكروا أولا في هذا الإشعاع خارج هذه النظرة الإقليمية الضيقة. نعم، إذا سمحت أن هناك نظرة إقليمية ضيقة باعتبار أنها في الجمعية، فهناك جمعية أخرى مثلا الجمعية الوطنية لمراكز التقويم. طبعا رئيسها من مدينة فاس، ولكن عناصر شبيهة إلى غير ذلك من أطراف المملكة. ونفس الشيء بالنسبة للجمعية المغربية لمدرسة التعليم الأساسي أن رئيسها من مدينة طنجة، إذا ليس هناك إقليمية على ما أعتقد. ولكن على يعني حسب علمي فإن يعني هناك مجموعة من الأعضاء في هذه الجمعية الذين ينتمون بحكم الإقامة إلى المدينة الفاس، وبالتالي كما سبق لك أن كما سبق لي أن قلت بأن هذا هذه يعني التسمية أو هذه الوصفة يعني الجمعية الوطنية فإنها تأخذ هذا البعد الجغرافي الشاكل يعني من طنجة إلى الدويرة، بمعنى أن كل مدرس فهو يعني معني بنفس الأمر. إذا فأعتقد أن الاستشارة القبلية يجب أن تكون يعني بطريقة أو بصيغة من السياق التي يمكن من خلالها ترضى هؤلاء الفاعلين من الحقل التربوي. ولكن
إذا سمحت أن على فرمائي بأن التطور الجديد لسياسة الجمعيات نظرا على بعض الخلفيات أنها بدأت تبتعد عن المحور الذي هو الرباط والنهار البيضاء، وبالتالي أن هذه العملية تهدف أن إلى تحقيق إلى قوسين إلى تطور جهوي وإلى تحقيق أن الموديل الأخرى تعيش نوعا من الإشراقات خلاف المركز. صحيح، ولكن أنا لا أؤخذ هذه العملية يعني على هذا البعد الجهوي الذي طبعا هو من استراتيجيات يعني المقدمية، ولكن أؤخذ يعني على الطوار التي يتم بموجبها من هذه المكاتب الوطنية. نعم، وان مثلا لنقول مثلا الجمعية الوطنية المركز، نعم، الآن هذه الجمعية تشارك في إطراحات الميثاق. نعم، ومؤخرا طبعا كانت هذه الجمعية ستكون حاضرة في هذا اللقاء، ولكن أغلب عناصرها الآن هم ترابط المناقشة في المناهج البرامج. فبالتالي هذه الجمعية بنوع من الانتجاز ما هي أهدافها في نظرك؟ سأعود إلى الجمعية الوطنية للمدرسة السلمي الابتدائي. طبعا هناك عن طريق إلا أن الأمر يعنيني كمدرس في السلمي الابتدائي. طبعا لا لنقوم بالإجابة أن هذا المصطلح لن يبقى واردا في القانون الأساسي للوظيفة العمومية. نعم، إنه لم يعد هناك تعليم ابتدائي، بل هو تعليم أساسي استثنائي. نعم، وربما هناك تغليط في المصطلح. تغليط أو ليس هناك تغليط، على كل حال فنحن يعني يجب علينا أن ننظر إلى العمق وإلى الشريعة التي تخاطبها هذه الولاية. طبعا أنا أختلف معك بأن أولا استغربت جدا بسياسة الجمعية، لأن هناك مجموعة من العباد المتعين المشرفين التربويين في توجيه الإعلام أسسوا جمعيات، وبالتالي أن التعليم الأساسي يعني هي جزيرة محمودة. ولكن لا يعني ولكن أستاذ نجيب، ونحن في الواقع الراهي للمشهد التربوي ليس هناك أعتقد أنه عفوا أنه هناك يعني هذا الفارق الواضح الذي نلمسه حتى في حياتنا الواقعية بين التعليم الأساسي وبين السلك الأول مثلا كأساسي أو ثانوي. هذا نلمسه حتى على مستوى التنسيق، حتى على مستوى يعني الأعمال التربوية التي يمكن أن ينتج فيها هذا بدأ. نعم، لم تدري عن الأهداف الجمالية فيما يخص من خلال قراءة القانون الأساسي يعني وشخصيا يعني بعيدا عن كل ولكن القانون الأساسي لمن؟ يعني للجمعيات للجمعية الوطنية لمدرسة القانون الأساسي. نعم، نعم. يبدو أن الجامعات الجمعية يعني على مستوى التربوي والثقافي قد يعمل هذه الجامعات على كل حال تسير انشغالات الحق التربوي وطنيا، بحيث أن القطاع التربوي يشهد منذ أواخر الثمانينات وفي الثمانينات توافد لتشكلات استنتاجية من مختلف تخصصات الجمعية، وبالتالي كان من المفروض على الوزارة الوطنية التعاطي مع هذا المشهد الحديث برؤية مغايرة من أجل استثمار قدرات وإمكانات المدرس في إطراء الحق التربوي. يبقى إذن على يعني الجمعية الحديثة النشأة أن تستثمر هذا الفائض من المعرفة، لكن كيف؟ فبالرغم من أن الجمعية قد اضطرت في مادتها الثالثة والرابعة الأهداف والآليات المستمرة تحقيقها، فالسؤال المطروح هو إلى أي حد يمكن للجمعية بشراكتها مع إطارات مالية أن تفعل برنامجها على المدى المتوسط والبعيد، علما بأن التجربة كما سبق لك أن قلت الأخ مجيد في بداية هذه الحلقة بأن التجربة قد بينت مقارنة مع التجارب السابقة أن الكثير من المسؤوليات الواضعة والطموحات المغنية
مستوى الافراد قد كان السبب الرئيسي في نسيج كل علم المجتمع. الامر يعني لا يتعلق بتحديث الاحداث ولكن بكيفيه تصريفها والسئله حتى يلقى الحقل التربوي الى ما يعني تطمح اليه يكون الاطراف المسؤوله عن المسؤوليه. نعم ولكن كيف يمكن التفعيل حيث الانجنيات على ضوء المعطيات التربويه الثانيه؟ يعني لابد ان نؤمن بشيء وهو انه الجمعيه يعني لوحدها يعني كاطار جمعوي لا يمكنها ان تحقق اهدافها الا عن طريق التفعيل مشاركة مع جمعيات اخرى مواليه وتتقاطع معها في الكثير من الشغل. يعني هذا هو في رايي يعني المطلق الحقيقي لتفعيل هذه الاليه. فيجب ان يكون هناك تعاون وهناك شراكه بين جميع هذه الجمعيات التي تقوم بالحق التربوي يعني سواء كان يعني في الاول او الثاني او الى غير ذلك. لا ولكن انا ترى ما لان هناك قطيعه بين هذه الجمعيات لان واقع الحال يؤكد ذلك. اعتبر ان مثلا نعطي مثلا الجمعيه الوطنيه لمستشفى التعليم سواء التعليم الاساسي او التعليم الثانوي هناك قطيعه ما بينهم على مستوى الاطار ما على مستوى الادارات الاخرى هي قطيعه بينها طبعا فبالتالي كيف للايام غير مدرسه التعليم الاساسي ان تتواصل مع الميال الوطنيه لتوجيه التخطيط مثلا؟ هذا لا يمكن ان يتم الا في اطار اجتماعات يمكن ان تكون دوليه بين اعضاء مكاتب هذه الجمعيه من اجل التنسيق ومن اجل التشاور ومن اجل التخطيط مثلا استراتيجيه للعمل لتقود. ولكن اخ عبد الحق عياض فما ارسلت جانبا هذه الحلقه كانت مخصصه اساسا لاعضاء في هذه الجمعيه ولكن نظرا لنوع من ما تبين لي يعني بكل صدق هو نوع من الخوف لمواجهه نقاش هذه الاشياء وبالتالي كان نوع من المورطه بين عنصر وعنصر الى غير ذلك. فهذه الجمعيه كيف يمكن ان تفعل والبرنامج استدعاها ولم تثير رغبه؟ اعتقد يعني هذا فعل يعني هو في الحقيقه غير محدود فعلى هذه الجمعيه كان بالاساس ان تتواصل مع هذا القطاع الذي يهمها من خلال هذه الوسيله يعني الاعلاميه وتكون بذلك هذه البادره نوعا من التواصل الذي نحن بحاجه اليه يعني في عملنا اليومي التربوي. يعني اعتقد كما قلت لي قبل قليل ان شاركت في اللجنه التحضيريه الاولى يعني لهذه الجمعيه ولم يتم اتباعك. لا استاذ نجيب للتوضيح فقط انني لم اشارك في اللجنه التحضيريه ولكن كان هناك مقترح في هذه الجدره على اساس تفعيلها يعني في ويعني ان هذا لم يتحقق ولم يكن هناك تواصل ولم يستشر احد وبذلك يعني بقيت الفكره هكذا يعني معلقه في الهواء حتى توجد مؤخرا بانه قد تاسست الجمعيه وقد تاسست المكتب الوطني وتم الموسم وعلى كل حال يعني فانا يعني اؤخذ من هؤلاء الفاعلين على عدم استشارتي بعض الفعاليات التي لها على كل حال لها صيت يعني على المستوى الوطني مثلا. استاذ عبد الحق تشتغل في مجال الابداع يعني مستوى النقد الروائي القصصي وتحمل اسم مستعار هو عبد الحق الثاني عبد الحق هو عبد الحق. اذا مثل اقحامك في جمعيه مثلا جمعيه وطنيه ماذا تفضل المجال الابداعي ام مجال التفكيري لهذه الجمعيه الوطنيه؟ هو ما هو يعني دور طبعا هو اسم خلي نعم للتوضيح فقط فحد اسم عنده تحقيق بالحقيقه باعتبار انه يهتم بالمجال الابداعي في الفن القصصي وقد استقيل
تشوف من الكاتب المصري الكبير يعني حق حقي يعني حقي الذي أبدع قيدين مجرشي هذا كان يعني طبعا في فترة بعيدة جدا ولكن يعني لما تكررت هذا الاسم فرأيت أنني أصبحت ملزما يعني بالاستمرار في الكتابة يعني هذا الاسم وهو يعني طبعا من الأخ الذي يعني لا يشكل لي يعني أي مشكل في هذا المسار الإبداعي ولكن إجابة يعني عن سؤالي ماذا تفضل هل الحقل يعني الثقافي الإبداعي النقدي أم العمل في العمل في هذا المشروع يعني الجمعوي فأعتقد يعني أن مرجعي في مرجعية ثقافية إبداعية بالأساس وأنني أجد وأجد يعني ذاتي يعني في كل ما هو إبداعي جميل ولكن أعتقد أن القناة الأساسية لأفضل الدنيا التي ذكرتها تشير إذكاء الروح المعنوية وباعتبار المدرس لثقة بالبيئة التربوية الثقافية الاجتماعية تحسين ظروف العمل يعني ما يهم هو البيئة التربوية الثقافية لأن ربما ستجد نفسك في هذه الجمعية عندما تطرح يعني المشكل ويكون هناك عائق ما في خلال يعني من خلال أداء يعني اللف سطحي فإنني سأفكر وسأختار يعني أن أتشتت في هذا الاسم يعني المستعار يعني على أن أقدم يعني تضحيات أخرى لكل ما ركبته من الكتابات يعني في يعني الكتابات على كل حال يعني ما أعتقد أن هناك كثير من الإخوة يفضلون المجال الإبداعي دون الخيارات في العمل المعنوي وأعتقد هذه هي معضلة من هنا انطرح السؤال ماذا تفضل بحكم أن الناس الحضريات مع أسرة سابقا نوع من التدخلات نوع من أشياء لبس على أي حال هذه الجمعية فما لك اطلاع الواسع عليها اقتنت مشاريع وهناك اعتقد هناك مشروع ورقة حول التكوين كيف تنظر الى هذه الورقة؟ انما كما نعلم يعني من اعتراض عن المتدريس يعني بتلك بيئته من وجود جميع الاسلاك وخصوصا في الابتدائي او ما يعرضها الى يعني التاكل والتقادم والاغترار يعني لذات المنهجية والميكانيزمات البيداغوجية هو غياب نظام متجدد ومطور للتكوين المصنع إضافة إلى التدريب والأيام الدراسية وورشات استثمارات بمستجدات الفضاء التربوي على المستوى العالمي والأوروبي الاقتصادي فعالم المعلوميات يسير بسرعة جنونية هناك في عالم اليوم عدد نهر جارف من المعلومات البريد الالكتروني شبكة الانترنت الاقراص المدمجة كلها تحاصرنا وتحاصر المتعلمين والواقع يفرض علينا مواكبة هذه الحداثة التي لا ترحم ولا يمكن تلقي هذا الفرد من المعرفة والتعامل معها بما يخدم هويتنا وحضارتنا وتاريخنا وانغمارنا في العالم الرهيب إلا بالتكوين هذا طبعا ما تطمح إليه الجمعية في مشروعي ورقتي حول التكوين لكن كيف سيتم يعني تكبير هذا العيد إذا افترضنا وبكل تفاؤل أن رقم الخيرات فاق كل التوقعات ثم لمن يعني تتقل الأولوية يعني لأي فئة مستعدتها هل سيتم اعتماد عامل في الأقربياء أم ظروف العمل في مدن القرى النائية المهمشة والبعيدة عن كل تواصل ثم كيف ما هي حدود اشتغال المهنية بعيدا عن اختصاصات مثلا مديرية البرامج والمناهج في الوزارة الوصية هذه بعد يعني تسليمها قد تصبح الإجابة عنها مع الضرورة والتطور لكنها نطلب من الجمعية أن تمدنا بتجربة جاهزة ويقينية ما تراه يعني واضحة.
كانت اعتقد ضد الحقي نقع وعدد الحقي تساؤلاتك ستزيد عنها هذه الجنايات اللي مع الاسف لم تحضر لاسباب كبيره وهي سيكولوجيه بالاسف واتمنى ان اتحيا للاستدعاء من الاجابه عن تساؤلاتك على اي حال ذكرتنا بالطول القرى والمناطق النائيه بعد ان هذا السؤال يبدو غريبا كيف يمكن لهذه الجمعيه المغربيه لمجلس التعليم الاساسي حق نوع من جميع رجال التعليم وهم في المناطق النائيه في الجدار في المناطق التي لا يصلها حتى يعني نعم هذا يعني لا يمكن البحث عن الا يعني الا يعني مع كنيسة العمل الجوع الجمعوي ولكن يعني تبقى هناك المفترض خلق يعني آليات لجميع هذه الطاقات التي تعمل في العقل التربوي مثلا خلال العطل السنوية يكون هناك يعني موائد مستدامة لمناقشة كل القضايا التي تهم المجال التربوي في بلادنا. نعم لدي ورقة منشاة ورقة حول الإعلام والاتصال. هذه الورقة تأكيد فقد قررت الجمعية خوض تجربة الإعلام بواسطة كل وسائل الممكنة من كل منها تجيب برامج فيديو تدور طالب ودوات ودروس تدقية وتدعي على الجمعية تجيب حلقات مفصلة في إطار اتفاقية معينة مع وزارة الاتصال. تجيب برامج إذاعية وندوات مباشرة تتعلق بقضايا التربية الصحية. إرسال جريدة نجم الله نشرة في قناة الخروج الفكرية طيب عن مستوى جريدة مجلة بحكم اهتمامك بالمجال الإبداعي والنقدي كيف تنظر إلى هذه النقطة جريدة ومجلة طبعا هنا يعني أحضر مثلا في جريدة الدواسة يمكن تجمع مع رئيس أعمال الاجتماعية لمدة وزارة التربية الوطنية الممتازة أحضر أيضا مجلة آفاق التربوية التي تصدر يعني من مدينة الدار البيضاء والتي يعني تجمع وبين يعني ما هو ثقافي إبداعي أدبي وما هو تربوي جدا ولكن لا يمكنني إلا أن أضبط هذه الجمعية على كل هذا الطموح على كل هذا الطموح ولكن يعني أن الأفق يعني يبدو على كل حال يعني أفق بعيد جدا ولكي يعني يتم تحقيق كل هذه الطموحات والانغمار في هذا المجال يعني الإعلامي وبكل آلياته وبكل أدواته مثلا الجريدة المجلة حلقات مكتبة هذا كله جيد وجيد ولكن هل سيتم بالفعل تحقيق هذا ثم هل الجهات المعنية الموازية لهذه الجمعية يعني ما هو مدى إعدادها لتحقيق هذه الرغبة مع العلم أننا جميعا نعمل من أجل تطوير الغد نعم على مستوى المجلة طبعا هناك من تشكل من عدم القرائية وبالتالي هذه المجموعة التي تنوي هذه المجموعة لها كيف يمكن أن تحقق هذه المقرائية طبعا هذه المقرائية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال يعني تواصل فعلي فإنه يعني ستكون الجريدة صوتا له
مع الاخرين يتواصل حتى ايضا مع ذاته يعني بكثير من الاشكال. ولكن انا ترى مثلا هناك من الان جريده المعالم التربويه تنقطع عن الصدور بغلاء المعاد في المجال التربوي تحديدا. وهناك مثلا جرائد وطنيه لها ملاحق تربويه مع كل الاسباب لا تقتنع. فكيف يمكن تحقيق هذا النوع من التوازن بين عدم القرقيه والمقرئيه من خلال هذه الجمعيه؟ هو طبعا انا في اعتقادي ان الامر يرجع بالاساس الى نوع من احباط علم الشعوب للمدرس على كل مثل. يعني فالذي ينغمر من المدرس في هذه القراءه في هذه القرؤيه يعني بكل يعني موادها وبرامجها عليه ان يحس وان يستشعر انه يعمل يعني في فضاء ملائم يتنفس في هواء تربوي يعني ملائم جيد. هل هذه الجمعيات المتواجده الان على الساحه التربويه سترفع الاحباط؟ اعتقد انه بامكانها ان ترفع هذا الاحباط اذا كانت النوايا لا يتعلى الا ان نشكر الاستاذ عبد الحق عيني والمثنى بعبد الحق باعتبار انه فاعل تربوي وفي نفس الوقت هو فاعل ابداعي يمارس مجال النقد. احييه مره اخرى وباسمكم يحييكم مصطفى العبادي. قضايا تربوية جميلة يعلى بمزاج التربوي والتعليمي.